والله سهلة، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ شوفوا انا قاعد اشوف كيكة، شوفوا هذه، هذه اقوى كيكة اكلتها في حياتي صراحة، اجمل كيكة، كيكة خرافية. ما فيها واحد اثنين، ما فيها خرابيط كثير، ديكورها عادي ولكن كطعم في الراس، اجمل كيكة اكلتها صراحة. بقول لكم السالفة، جلست مع الشيف هذا قلت له اسمع انا اكلت كيكتك هذه كانت خرافيه مره لدرجه اني ما نسيتها، يعني اكلتها وجربت كم كيكه بعدها ورجعت للكيكه هذه، كنا نسوي تيستنج. فقلت له يعني وش السر في الكيكه حقتكم هذه؟ قال الكيكه هذه عمرها، قال السر الوحيد ان عمرها اكثر من 300 سنه في الكيكه هذه. شلون 300 سنه؟ كان يسويها ابوه، وكان اللي معطي الريسبي او الوصفه تخيلين 300 سنه. الشيف هذا اللي انا اخذت منه الوصفه ابشركم، وابوه وجده وابو جده كم لهم من سنه؟ يقول 300 سنه وحنا نسوي هذا الكيكه. يقول كل سنه او يقول كل جيل يغير فيها شوي، كل جيل يجي من جيل عائلتنا يغير فيها شوي. انا مغرم في هذا الكيكه صراحه، فعشان كذا قلت ابغى اسوي التجربه، لاني والله ما قد سويتها ولا مره، ابغى اسوي التجربه معكم، نبدا البدايه مع بعض، ابغى اشوف كيف تطلع الكيكه. طبعا الكيكه كشكل كيكه بيت عاديه، بس كنكهه وطعم ما شاء الله تبارك الله. خلونا نبدا فيها الحين ونشوف كيف تطلع الكيكه. طبعا اول شيء بنبدا فيه هذه، شوفوا طبعا الشوكولات اللي يستخدم في القناش حقها في البدايه اللي هو الوايت شوكولات، شايفين؟ خلونا نبدا في الخطوه الاولى اللي هي القناش. طبعا بنصلح هذا لازم يجلس 24 ساعه، تمام؟ بس بصلحه معكم، انا مصلحه اصلا ريدي وجاهز عندي له 24 ساعه، بس بصلحه معكم. طبعا عندي هنا بامري الشوكولات، بدنا ننزله شوي شوي كذا عشان نذوب الشوكولات. طبعا مويه حاره، شايفين الحين قاعده تذوب الشوكولات عندنا. طريقه الذوبان هذه للشوكولات تطلع بالطعم الزين، هذا واحد. الشيء الثاني ما تحترق الشوكولات عندك، لان في ناس كثير يحطون ميكرويف بعدين يجي يقول شوكولات احترقت، اكيد لانك ما تسويها بطريقة باماري هذه ولا تقعد تحركها. المفروض وانت تسويها الباماري هذا تقعد تحركها، شوفوا كيف تذوب معك على طول. طبعا كل ما ذاب معنا شوي كل ما نزلنا الشوكولاتة. يعني طبعا ننزل الحين عندي الكريمة، نزلها كذا خلاص، خليها شوي تحتر. طبعا عندي الفانيلا، الطريقة هذه قصة من هنا، بعدها نقص في النص، شايفين؟ ويتفرغ. طبعا طريقة التفريغ مرة بسيطة وسهلة، شوف كذا هذا كله على طول بالقدر عندي. نبدأ ننزله هنا على الشوكولات حقنا، على شوي شوي. طبعا لازم تحط شاخور وشوف كيف طلع معك هذا الاشياء. بعدها تبدأ تحرك عشان يبدأ يخف معك. يا سلام. طبعا خلاص كذا بنزلها في الصينية. طبعا هذه طريقة تبريد اسرع عشان بردها اسرع فقط. طبعا عندي هنا العسل، شايفين؟ انزله واخلطه مع صفار البيض عندي كله مع بعض. طبعا عندي هنا كمية الفانيلا هذه كلها، شايفين؟ كلها في الميكس حقنا، تأكد انها طالعة كلها. خلاص
هذه كمية الفانيلا كلها كاملة. بعدين نيجي فوقها عندنا الدقيق بطريقة هذه فوقها. طبعا عندي هنا بياض البيض ننزل بطريقة هذه ونشتغل عليها كده. طبعا اذا بدأت تتماسك معي بدي انزل عليها السكر بالطريقة هذه. والحين ابدا اسوي المكس كلهم مع بعض كذا. يا سلام. طبعا عندي هنا القالب ابدا انزل فيه الخليط حقنا حق الكيك بالطريقه هذه. يا سلام. هذا على حسب الكميه اللي انت تبغاها، كل واحد بالكميه اللي يحطها. تقريبا كذا من ناحيتي انا يكفي. ابدا انزل عندي اللوز، شايفين؟ طبعا حلو انك تنزل اللوز كذا عشان تحمسه، طبعا ما تحط معه زيت ولا شيء، بس حمس عشان يطلع النكهه. طبعا عندي هنا بنسوي بامريه والشوكليت بعد، شايفين؟ كل الكميه هذه، بس بخليها شوي شوي لين تذوب الكميه هذه بعدين نزلها معها. خلاص كذا الحين نبدا ننزل اللوز حقنا عليه، نبدا نخلطها كلها مع بعض. اللوز مع الشوكلت المحموس طبعا لحاله نكهه ثانيه. خلاص شوفوا الحين جاهز. خلاص كذا الحين ندخلها على طول بالفرن، نطلع هذه لان هذه سويت عليها تيست. نبدا نحط الشوكليت حقنا فوق الكيكه بعد ما حطينا حشوتنا عليها او جواتها الحشوه. خلاص كذا الحين تقريبا جاهزه. يما تشوفين هذه الكيكه؟ اي تبي اجربها معك؟ باكلها كلها يعني؟ والله شوفي، ها لا مو بالنسبه لك كلها، بس يعني هذه الكيكه انا معجبتني بشكل مو طبيعي. عجبك بس تخايله. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله كم طبقه هذه؟ تقريبا اربع ما شاء الله. يا اخي ما شاء الله، انا معجبتني مو بشكل تغيرون وبس بهالكيك ما شاء الله عليكم. لا اله الا الله. شوف شوف كيف طالع جمال.